وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مع رجل فريد، مع طراز فريد من الرجال والشباب، رجل كان قد نعم في حياته نعيما شديدا، رجل كان مال أمه ومال أبيه بين يديه يتصرف فيه كيفما شاء، كان أنعم فتيان قريش، إنه مصعب الخير، إنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. هذا الشاب الفتي، هذا الشاب الذي كان يدعى بلؤلؤة مجالس قريش، أسلم ودخل الإسلام في قلبه واستقر الإيمان في فؤاده. قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا الشاب الذي كان منعما منع عنه كل نعيم، لكنه أبى إلا أن يستمسك بالأمانة التي أوكله النبي صلى الله عليه وسلم له إياها، فاستمسك بالإيمان الذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه به، فاستقر الإيمان في قلبه وأبى ألا يرجع أبدا. ثم هاجر إلى الحبشة وعاد منها، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة وعاد منها، لما سمع ببيعة العقبة الأولى التي جاء بها وفد من يثرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلنوا إسلامهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مصعب وعاد من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحمله النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الإسلام في مدينة، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم كأول سفير للإسلام في دولة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين أصحابه الضعفاء الفقراء بين ظهراني قريش، يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مجتمع جديد يستطيع من خلاله أن ينشر دعوته بلا خوف ولا ذعر على أصحابه، فيجد في يثرب ذلك المكان الذي يأوي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستطيع من خلاله أن يؤدي الرسالة كما ينبغي. فيأتمن النبي صلى الله عليه وسلم مصعب على هذه الأمانة، ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب بهذه الأمانة العظمى، فيقوم بها مصعب رضي الله عنه حق قيام، فيسلم على يديه سعد بن معاذ رضي الله عنه، ويسلم على يديه أسعد بن زرارة، ويسلم على يديه أبي بن كعب، وغيرهم كثير وكثير من الأنصار أسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي تحمل الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم فقام بها حق قيام. إنه مما ينبغي أن نتعلمه من قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه أن نستمسك بالإيمان الذي في قلوبنا، وأن نغذيه وأن ننميه، وكذا أن ننظر إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فنلتزمها، وأن ننظر إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فنقتدي بها، وأننا إذا حملنا أمانة في أي مكان نكون فيه أو في أي عمل نكون فيه، ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نؤدي الأمانة كما أوكلت إلينا وكما حملناها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحاملين للأمانة المؤدين لحقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.